طيب في حلم تاني برضو من نهلة بتقول عندي حلم متكرر 3 مرات اني بحفظ بنتين القرآن، وحلم تاني اني دخلت مسجد والمسجد فيه فرح واحدة اعرفها، وانا داخلة المسجد لقيت راجلين بيبصوا عليا وانا لسه عند الباب، وانا دخلت وسلمت على العروسة بس هي كانت لابسة هدوم عادية مش فستان الفرح، وفي ناس جوه المسجد زي انه فرح كده وانا اللي لابسة الفستان الفرح وبسلم على العروسه وانا وهي خلاص بنعيط وصلت. وانا عزباء. هتتجوزي ولا لا؟ خلاص بص اهو هتتجوزي. هو اولا انها بتحفظ عيال، دي معناها انها ام تكرم اولادها. ان انت بتحفظ ولادك دول يعني ايه؟ ان انت بتدي لهم تعاليم دينك وكده، فمعنى كده ان دول البنتين دول دنيتها اللي هم ان شاء الله باذن الله يعني هتكرم بيهم فيما بعد. دي حاجة. الحاجة التانية دخلتها المسجد، من دخل بيتي فهو آمن. المسجد ده أمن وأمان واستقرار ليها، وحتة الفرح والهيصة وبيحضنوا بعض القصة دي هي فرحة ليها طبعا وهي عزباء، فأبشري.